بسم الله الرحمن الرحيم. سلام من الله عليكم جميعا. 100 يوم أو يزيدون ولا تزال الدراز محاطة بسياج أمني تم على إثره إغلاق جميع المداخل الرئيسية 9 وجميع المداخل الفرعية، ليبقى مدخلان فقط لدخول وخروج ما يقارب 20,000 مواطن، هذا عدا عن أهاليهم وأقاربهم ومعارفهم من خارج القرية. تفاءل أهالي الدراز خيرا ومعهم جميع البحرينيين بأن يكون فتح المدارس في العام الجديد فاتحة خيرا على الجميع، وأن تشفع أعمار الطلاب وترقق قلوب أصحاب القرار لفتح المداخل. فتحت أبواب المدارس واندفعت جموع الطلاب والطالبات للمدارس، لكن شيئا لم يحدث، ليبقى الحال كما هو عليه. نبدأ ندوة الدراز 100 يوم من الإغلاق، نستضيف فيها كل من الحقوقي: الأستاذ السيد شرف الموسوي رئيس الجمعية البحرينية للشفافية ليتحدث عن الجانب الحقوقي، كما ونستضيف الرفيق الأستاذ المحامي سامي سيادي عضو اللجنة المركزية في وعد ليتحدث عن الجانب القانوني في الموضوع. وأود أن أنوه هنا إلى أنه تم إرسال دعوة لحضور هذه الندوة لرئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان الأستاذ عزيز أبل، ولكن للأسف لم يستجيب إلى هذه الدعوة، كما ولم يرسل أي رد سواء بالسلب أو بالإيجاب. نبدأ هذه الندوة مع الأستاذ السيد شرف ليتحدث عن الموضوع. شلون نطلع؟ في البداية أشكر الأخوان في الوحدوي على هذه الدعوة فيما يتعلق ب 100 يوم من إغلاق قرية الدراز. وتعرفون مثل ما تفضل أن الدراز يسكنون فيها تقريبا 20,000 نسمة، وعندنا ما لا يقل عن 5,000 درازي يسكنون خارج الدراز، وعندنا أيضا عوائل ترتبط بأهالي الدراز يتجاوز ضعف هذا العدد. فبالتالي المتضررين من إغلاق الدراز ليسوا فقط 100,000، قصدي 20,000، وإنما يتجاوز إلى أكثر من ذلك. بالإضافة إلى أن سمعة البلد في إغلاق منطقة من المناطق بدون، من وجهة نظري على الأقل كحقوقي، بدون مبررات قوية تستدعي أنك أنت يكون هذا العقاب إلى أكثر من 30,000 مواطن في البحرين ما يمثلون ما لا يقل عن على الأقل 5% من سكان البحرين البحرينيين، في تقديري يتعارض مع الدستور كما راح نجد الآن، ويتعارض مع المواثيق والأعراف الدولية والعهود اللي صادقت عليها مملكة البحرين. المادة 2 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية تنص على التالي: تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد إذا كانت تدابيرها التشريعية أو غير التشريعية القائمة فعلاً لما تصدق على الاتفاقية العهد الدولي لا تكفل فعلاً أعمال الحقوق المعترف بها في هذا العهد
اللي هو العهد الحقوق المدنية والسياسية، ولأحكام هذا العهد ما يكون ضرورياً لهذا الإحمال من تدابير تشريعية أو غير تشريعية. بمعنى لو هي الدولة صادقت على العهد الحقوق المدنية والسياسية وعند هذه الدولة أي دولة كانت قوانين أو تشريعات أو ممارسات عملية تتعارض مع ما يرد في هذا العهد المدني والسياسي من الحقوق المدنية والسياسية، على هذه الدولة أن تغير قوانينها بما يتوافق مع هذا العهد. هذه النقطة الأولى. نص المادة 12 أن لكل فرد يوجد على نحو قانوني داخل إقليم دولة ما حق حرية التنقل وحرية اختيار مكان إقامته، ولكل فرد حرية مغادرة أي بلد بما في ذلك بلده. لا يجوز تقييد الحقوق المذكورة تعالى بأي قيود، أي مهما كانت هذه القيود، غير تلك التي ينص عليها القانون وتكون ضرورية لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم، وتكون متماشية مع الحقوق الأخرى المعترف بها في هذا العهد. بمعنى عند ما نقرر أو عند ما تقرر أي دولة أن هي تحد من حرية فرد، يجب أن يكون حد الفرد حرية الفرد هذه لها مبررات تتعلق بالأمن القومي أو تتعلق بالصحة العامة أو تتعلق بالآداب العامة. فما بالك أنك أنت تحد حرية ما لا يقل عن 30,000 شخص بسبب قرار معين أي كان هذا القرار. لا يشمل القانون المحلي القانون الوطني كما سنرى فيما بعد، يمكن الأستاذ سامي يتطرق إلى هذا الموضوع، بأن هناك مبررات أو ما ينص عليه القانون من الحد من حرية 30,000 شخص مقابل قرار، بغض النظر إذا كان هذا القرار صدر من القانون بقانون أو صدر من جلالة الملك أو صدر من أي جهة كانت. في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المادة 2، في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وهذا أيضا صادقت عليه مملكة البحرين وأودعت مستندات التصديق، لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان، ومن ضمن الحريات كما سنجد هي حرية التنقل دون أي تمييز، كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي. انتبهوا، أو الرأي السياسي، إذا كنا مخالفين إلى وجهة نظر الحكومة على سبيل المثال، لا يحق للحكومة حسب هذا الإعلان أن تمنع أو أن تصادر الحريات كما يرد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي صادقت عليها البحرين، أو الأصل أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر دون أي تفرقة بين الرجال والنساء. وفضلاً عما تقدم فلن يكون هناك أي تمييز أساسه الوضع السياسي. العهد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ركز على الاختلاف أو الخلاف وجهات النظر السياسية تحديداً، وكررها في أكثر مرة وفي أكثر من مكان. هذه الحريات الأربعة الأساسية التي يجب أن يتمتع بها كل إنسان، وهي الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والواردة في العهد الدولي لحقوق المدنية والسياسية وإلى آخر. حرية الرأي والتعبير، حرية الاعتقاد اللي هي الديانة، الدين، المذهب إلى آخر. التحرر من الخوف واحد من الأمور المهمة التي يجب أن تضمنها كل الحكومات إلى شعوبها والمقيمين على أراضي إقليمها، هي أن تضمن لمواطنيها وللمقيمين عدم الخوف. التحرر من الفقر، طبعا الحمد لله احنا عندنا في البحرين هذا المسألة الرابعة لا تتوفر، ولكن فيما يتعلق بحرية الرأي والتعبير طبعا فيها إشكال كبير. الدستور البحريني ينص على في المادة 18 الناس سواسية في الكرامة الإنسانية،
ويتساوى المواطنون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة، وهذا يتماشى مع الحقوق المدنية والسياسية ويتماشى مع حقوق الإنسان. المادة 19 تنص على أن الحرية الشخصية مكفولة وفقا للقانون، ومادة 19 باء لا يجوز القبض على إنسان أو توقيفه أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد إقامته. إحنا في الدراس شبه محددة إقامتنا، أنا ما أقدر أطلع لأن حاسب لما أرجع مرة ثانية اللاين أو السيد اللي بقعد أنتظر فيه ما لا يقل، هاي الآن صار لنا 3 أيام اللي يتصل فينا يقعد له تقريبا ساعة ساعة ونص بالراحة حتى يدخل البيت، أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل إلا وفق أحكام القانون وبرقابة من القضاء. لازم يكون في حكم قضائي صادر على كل أهالي الدراس بأنه يمنع دخولكم أو خروجكم، ولكن ما يتم الآن ليس بأمر قضائي. المادة 28 للأفراد حق الاجتماع الخاص دون حاجة إلى إذن أو إخطار سابق، ولا يجوز لأحد من قوات الأمن العام حضور اجتماعاتهم الخاصة. النقطة باء من المادة 28، الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون. أنا ما أعتقد قريت في القانون في تعديلات القانون على التجمعات وإلى آخره أن هناك منع للتجمعات مثلا في الدراز أو في أي قرية خارج الدراز، وإنما هناك منع. صحيح القانون شرع المنع في مثلا أو التظاهر أو التجمهر أو إلى آخره في المنامة باعتبارها العاصمة وممكن تأثر على الحياة الاقتصادية والسياسية في البلد باعتبار أن الأمور الدبلوماسية والمحلات السيادية مثل الوزارات وإلى آخره موجودة في العاصمة، والقانون منع التظاهر أو التجمهر في المستشفيات، وعلى ما أعتقد منع في بعض المصانع التي ممكن أن تؤثر على الاقتصاد القومي، ولكن لم يمنع القانون وجود أي تجمعات في القرى. وتنص المادة 31، لا يكون تنظيم الحقوق والحريات العامة المنصوص عليها في هذا الدستور أو تحديدها إلا بقانون أو بناء عليه، ولا يجوز أن ينال التنظيم، يعني النصوص القانونية التي سوف تصدر، هذا الدستور يقول مادة 31 تقول ولا يجوز أن ينال التنظيم أو التحديد من جوهر الحق أو الحرية. طالما أنك عندك حق معين، أي تنظيم يأتي فيها القانون يجب أن لا يؤثر، لا يمنع، لا يحد هذا الحق. طبعا قبل 4 أو 5 أيام نشرت جريدة الوسط قرار من محكمة تتعلق بأحد المدرسين، ونصت، كلكم قريتونه، المحكمة نصت على ما قلته قبل قليل فيما يتعلق ما ينص عليه الدستور وما ينص عليه اللي هو العهد المدني والسياسي وما ينص عليه حقوق الإنسان، وهي حرية التنقل. القاضي يقول حرية التنقل مكفولة دستوريا وقانونيا، فبالتالي لا يجوز أن تمنع أحد أنه يدخل الدراسة. هذا مش أنا اللي أقوله، بالإضافة إلى أن قاله العهد المدني وقال الحقوق الإنسان وقاله الدستور، الآن حكم قضائي يصدر قبل 4 أيام، فبالتالي على الأقل فلنطبق القرارات. الأضرار التي يتعرض لها أهالي الدراز، طبعا احنا في الدراز عندنا تقريبا، أنا ذيك اليوم أخذت لي فرة وحسبتهم اللي قدرت أتوصل لهم 21 مدخل رئيسي وفرعي وساحة ترابية. تعال ودش بالسيارة مشين على الأقدام إلى آخر، 21 موقع، بعض المواقع اللي مثل الزراني ما حسبتهم. من هال 21 تم إغلاق 19 واكتفوا باثنين، واحد مثل ما تسمعون في المدينة أو مدخل المدينة الشمالية،
والثاني اللي هو مدخل اللي بجانب قرية باربار. مدخل المدينة الشمالية على شارع البدية، وهذا المدخل طبعا مزدحم على طول اليوم بسبب أنه يخدم أيضا حركة البناء في المدينة الشمالية، لأنه هو المدخل الوحيد لدخول الشاحنات ودخول سيارات نقل العمال ونقل الموظفين والمعدات وإلى آخره، والطابوق والإسمنت والريديمكس كله لازم يدخل عن هالطريق هذه، والآن لازم يمرون الجميع يمر عن طريق نقطة التفتيش الموجودة. التفتيش اليومي الذي يؤدي إلى تأخير الدخول إلى المنازل يتمركز عندنا يوميا في فترات الذروة من الساعة 1:30 إلى الساعة تقريبا 3، اللي هي عودة المدرسين وموظفي الحكومة وإلى آخر واللي يشتغلون شفتين، ومن الساعة 5 حتى الساعة تقريبا 6:30 7. في مرة من المرات اتصلوا فينا بعض الأخوان، بنتي كانت جاية الساعة 11 وصلت البيت الساعة 1:15 الفجر وإحنا ننتظرها، راحوا الزواج طلعوا طبعا عليهم أغلى بيع السوق. طبعا قطاع الإنترنت بشكل يومي من الساعة 6:45 دقيقة إلى الساعة 1، ولذلك الآن وشركات الاتصالات تعرف هذا الكلام، العديد من أهالي الدراز أغلقوا خدمة الإنترنت في البيت اللي هي الإنترنت في المنازل، ما تسبب في أضرار عالية على المحلات التجارية التي تتعامل بالدفع الإلكتروني اليوم اللي يعتمد على يعني كثير منه يعتمد على بطاقة الصراف الآلي اللي هي ATM في مشترياته. طبعا المحلات التجارية في الإدراز بعد الساعة 7 من الصعوبة جدا أنه نهاية المحلات تستخدم البطاقة، وانتم كلكم تعرفون ان الفترة المسائية هي فترة الذروة في المشتريات، خاصة المشتريات داخل القرى وداخل المناطق السكانية، يختلف عن الأسواق وإلى آخره، والتي تعتمد على الإنترنت في أعمالها مثل مكاتب السياحة والسفر التي كل أعمالها عن طريق الحجوزات، هذين يعتمدون على الإنترنت الثابت. وحتى أثناء النهار على فكرة الإنترنت عندنا ضعيف، يعني أثناء اليوم يعني في الليل طبعاً يصل للذروة، ولكن في الأوقات العادية مما تسبب في إغلاق العديد من محلات تجارية. يمكن عندنا إلى الآن حصرنا ما لا يقل عن 8 محلات تجارية ما بين مطاعم ومحلات تبيع ملابس أو تنب كرامة أحدية وإلى آخره، أغلقت ما خلاص ما يقدرون. بعض المحلات التجارية الكبيرة اللي إلى الآن قادرة على الأقل تصمد اقترحت طريقة جديدة للتسويق، وهي أن قالوا للقرى اللي حوالين باربار والمارخ وبني يمرة والمناطق هذه، قالوا يا جماعة احنا مستعدين نوصل لكم لبيوت، بس على الأقل خل مشترياتكم 20 دينار فما فوق يعني. فاضطروا أيضا يوظفون لهم سواق ويوظفون لهم سيارات ويهيئون لهم سيارات لنقل، هذه تكلفة، على الأقل يبون يستمروا، أدروايز راح ينوقون. بالمناسبة أنا أذكر أيضا شركات الاتصالات أن مسؤوليتها القانونية تجاه المشتركين في الدراز ومن حوالي الدراز هي أن يوفروا الخدمة، لأن هناك عقد، وإذا لم تخني الذاكرة أحد المحامين قبل كم من يوم نشر في جريدة الوسط أن على هذه الشركات أن تفكر في تعويض أهالي الدراز من الآن. كيف يتم التعويض هذا؟ شو اسمه؟ عدم إقامة صلاة الجمعة منذ أكثر من 3 شهور تقريبا، صلاة الجمعة عندنا أصبحت محدودة لأن إمام الجمعة ما يدخل الدراز، وإمام الجمعة له مواصفات معينة، يبدو ما عندنا أحد في الدراز يستطيع أن يقيم بهذا باستثناء الشيخ اللي وضعه الصحي ما يساعد على هذا، وهذا بالمناسبة يتعارض مع القانون مع الحقوق السياسية والمدنية وتعارض مع حقوق الإنسان،
ويتعارض مع الدستور اللي هو الحق في العبادة. أصبح أهل الدراز في عزلة بحيث لا يمكن لأصدقائهم وأهاليهم من خارج البلد، خارج القرية قصدي، أن يشاركوهم أفراحهم وأحزانهم. يعني إحنا توفى خالي الله يرحمه، كل أصدقائنا من خارج الدراز ما قدروا يدشوا. أخونا سيد رضي اضطر ياخذ ترخيص خاص حتى يدش 3 أيام ويا العائلة. وهذا وضع أنا خطوبة بنتي اضطرينا نوديها بيت أخت زوجتي في سند. يعني هذا وضع غير طبيعي، فعلا وضع غير طبيعي. من عيد الفطر إلى الآن، يعني في عيد الفطر وعيد الأضحى يعني مثل ما يقولون ما تهنينا بالعيد. يعني عندنا مثل ما قلت لكم عندنا ما لا يقل عن 5000 درازي خارج الدراز يعيشون، يبون يحتفلون ويا أهاليهم وأمهاتهم، أخوي رضي وأخوي موسى وبنات خواتي وبنات إخواني المتزوجين وعايشين خارج الدراز، في العيد ما قدروا يشاركونا، فبالتالي يعني ما أصبحت الفرحة عندنا مكتملة. أبناء القرية كلكم راح تشوفون بعد الصور من طلبة المدارس، طلبة الجامعات. الآن عندنا مشكلة، مشكلة حقيقية. بدأت المدارس في البداية طبعاً بسبب الزحمة حولوهم على الشارع العام، شارع البداية، ويو البنات يتمشون تقريباً، بعض البنات تمشوا ما لا يقل عن كيلوين متر في أرض صبخة اللي هو رملة، وصلوا بيوتهم هلكانين في الحر وعليهم على ظهورهم شنط كلها كتب، وجايين من يوم أيضا مرهق، ومع ذلك يحتاجين لهم يمشون لهم على الأقل 2 كيلومتر حتى يوصلون لبيوتهم. وإحنا الآن في شهر جولاي، في شهر أغسطس، داشين على سبتمبر وأكتوبر، هذه كلها أشهر حارة وأشهر فيها الرطوبة عالية. في تعرفون تتذكرون في الكورس الصيفي عادة في جامعة البحرين يكون في تسجيل في شهر جون. السنة أغلب طلبة الدراسة في الجامعة ما قدروا يسجلون صيفي، لأن أول ما يشتغلون على الإنترنت الساعة 6 بدأ التسجيل، الساعة 7 أغلق الإنترنت، فبالتالي في بعضهم من قدر يسجل لمادة، وبعضهم طلع راح أخذ استعداد وطلع برا، راح للقهاوي وإلى آخره حتى يحلوا المشكلة هذه. تخلي بعض الجهات الحقوقية أو مؤسسات المجتمع المدني عن الدور الحقيقي الذي يجب أن يلعبوه، وأنا أخص بالذكر مؤسستين مهمتين: غرفة تجارة وصناعة البحرين، لأن عندنا العديد من المحلات التجارية تعرضت إلى خسائر، كما قلت لكم قبل شوي أغلقت بعض المحلات التجارية. يفترض من الغرفة أن يكون له دور لحماية هؤلاء، والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان اللي إلى الآن لم نسمع عنها أي شيء فيما يتعلق بالموضوع. هل تخلت المؤسسة الوطنية عن مسؤولياتها تجاه ما يحدث في الدراز؟ تنص المادة 12 من قانون تأسيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان على ها أنا أخذت بندين: رصد حالات انتهاكات حقوق الإنسان وإجراء التقصي اللازم، وتوجيه انتباه الجهات المختصة إليها مع تقديم المقترحات التي تتعلق بالمبادرات الرامية إلى وضع حد لهذه الحالات، وعند الاقتضاء إبداء الرأي بشأن موقف تلك الجهات وردود فعلها. يعني لو قدموا لهم مقترحات قالوا لهم والله ترى عندنا انتهاك الفلاني يتعلق بالحق الفلاني، يتعلق بما انتهاك الدستور وإلى آخره، وهذه وجهة نظرنا يا جماعة، وهذا تقرير، وهذه المعالجات اللي نراها والمقترحات، إذا لم يأخذ فيها فمن حق المؤسسة أن تعلن هذا الشيء للعموم في تقريرها، في بيان، في أي شيء. واو، تلقي الشكاوي المتعلقة بحقوق الإنسان ودراستها والبحث فيها وإحالة ما ترى المؤسسة إحالته منها إلى جهات الاختصاص مع متابعتها بشكل فعال، أو تبصير ذوي الشأن بالإجراءات الواجبة للانتباه ومساعدتهم على اتخاذ القرار أو المعاونة في تسويتها مع الجهات المعنية. يعني المؤسسة لها دور فعلي في
التواصل مع الناس والتواصل مع المؤسسات والجهات المعنية، زائد القيام بالزيارات الميدانية وفق الأصول المتبعة لرصد أوضاع حقوق الإنسان في المؤسسات الإصلاحية به السجون وأماكن الاحتجاز والتجمعات العمالية والدور الصحية والتعليمية أو أي مكان عام آخر يشتبه في أن يكون موقعاً لانتهاك حقوق الإنسان. وأنا قلت لكم قبل شوي اللي يحصل في الدراسة كيف وصفنا. هذه بعض الصور تتعلق شلون يدشون الشباب حق الدراسة، وهذه بالمناسبة الحين منعوا واحد تفضلوا، وهذه طبعا بعد يومين ما عرفوا ان الشباب يدشون قالوا لهم يلا ارجعوا روحوا دشوا من نقطة التفتيش. هذا السيد في منطقة باربار، المنطقة اللي عن باربار، هذه طبعا اخر الابداعات اللي توصلنا لها. لازم الباصات ياخذوا ترخيص من المرور حتى يدشوا من الدراسة. هذه بعد أتصور أول أمس أو قبل كم من يوم، حتى البنات قالوا لهم يلا ارجعوا. هذه صورة من بعض المناطق أو الشوارع اللي تم إغلاقها بالكتل الكونكريتية، وهذه منطقة الشمالية، مدخل المنطقة الشمالية. شكرا لكم وانتظر أي استفسارات. شكرا. شكرا على ما تفضلت به سيد شرف. طبعا راح ألخص بعض النقاط اللي ذكرها الأستاذ، طرق لها في الورقة. طبعا ابتدأ الورقة وقال أن عدد السكان الدراز 20,000 ساكنين داخل الدراز، وحوالي 5,000 من خارج الدراز، وهو ما يشكل تقريبا 5% من سكان البحرين، يمنعون من التنقل دخول والخروج بحرية، وهو ما يتعارض مع الدستور البحريني. تطرق في ورقته إلى 3 محاور: العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والدستور البحريني. ذكر في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية المادة الثانية والمادة 12 التي تنص على حرية، أو تنصان على بما مضمونه حرية التنقل والإقامة والسفر والدخول إلى البلاد. ثم تطرق إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المادة 2 من، وهي تتحدث عن حق التمتع بكافة الحقوق والحريات، طبعا لمن ضمنها حق التنقل والانتقال. تحدث عن الحريات الأربع الأساسية في هذا الإعلان العالمي، ومنها حرية الاعتقاد، حرية الرأي والتعبير، والتحرر من الخوف والتحرر من الفقر. ثم انتقل إلى الدستور البحريني المادة 18 والتي تنص على سواسية الكرامة الإنسانية، والمادة 19 التي تتحدث عن الحرية الشخصية وكيف كفلها الدستور، ومن ضمنها طبعا حرية التنقل. ثم عرج على المادة 28 التي تتحدث عن حق الاجتماع والتجمعات وتكوين المواكب، والمادة 31، اختتم بالمادة 31 التي تنص على أنه لا يجوز النيل من جوهر الحرية أيا تكون إلا بقانون أو بنص قانون. ختم ورقته بالأضرار الناتجة من هذا الإغلاق، وحيث حصر عدد المداخل بما يقارب 21 مدخل رئيسي وفرعي، أبقوا على 2 منهم. تطرق إلى أحد هذه الأضرار وهي التأخير دخول المواطنين بسبب التفتيش، خصوصا من الساعة الفترة من 2 إلى 5 مساء ومنتصف يوم الجمعة، وانقطاع الانترنت أيضا من الصباح إلى منتصف الليل، وتأثير ذلك على الأعمال حيث أغلقت قرابة 8 محلات، توقف صلاة الجمعة وعزلة أهالي الدراز في الأيام العادية، وأيضا تأثر أيام خصوصا يومي العيد الفطر والأضحى. ثم تساءل عن يعني سبب تخلي المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وبعض الجهات الحكومية الأخرى عن موضوع حساس مثل هذا الموضوع. الآن ننتقل إلى الورقة الثانية، يقدمها الرفيق أستاذ المحامي سامي سيادي، فليتفضل. شكرا جزيلا، مساء الخير. في البداية أتوجه بالشكر الجزيل للأخوة في الوحدة وعلى الدعوة الكريمة، وأخص بالذكر الأخ الأستاذ محمد الأمين العام.
يعني ورقتي قد تتداخل مع المحاور اللي تطرق لها الأخ شرف، وإنما يعني في الإعادة استزادة مثل ما يقولون أو إفادة، ممكن خلال نقاش أيضا وطرح الأسئلة ممكن أن نتوسع نفتح أبواب قد تكاد مغلقة. أن المجتمعات ضمن تطورات تاريخية مرت عبر العصور في أشكال متعددة من العلاقات إلى يومنا هذا، وقد توجهات المجتمع الدولي إلى خلق حالة من الارتقاء في بعدها الإنساني، فصدر في العام 48 الإطار العام المحدد للعلاقات البشرية ضمن الاعتراف بالكرامة كمحدد أساسي متأصل من جميع أعضاء الأسرة البشرية وبحقوقهم المتساوية القائمة على أساس الحرية والعدل والسلام في العالم، وهو طبعا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. ولما كان من الضروري أن يتولى القانون حماية حقوق الإنسان، فقد أسست الدول لتلك القاعدة القانونية الأساسية وضمنتها بدساتيرها وقوانينها، بحيث تكون لحقوق الإنسان الحماية الكافية لتسهم في رقي المجتمع في علاقاته كأفراد وسلطة سياسية. أوجب عليه الدستور والقانون الخضوع له وعدم الخروج عليه في علاقاتها الإنسانية وفي أدائها لواجباتها وصيانة حقوقها. وبالتالي تعتبر القواعد القانونية هي الإطار الذي تتولد من خلاله علاقة الفرد بالمجتمع، ويخضع بالتالي الحاكم والمحكوم للقواعد القانونية في إطار متوازن من عدم الانحراف عن التزامهما في احترام تلك القواعد. ويعتبر حق الحرية حق حرية التنقل، وهو موضوعنا في هذه الندوة، من الحقوق الأصيلة للفرد، وأكدته المواثيق الدولية والقوانين المحلية. ونتناول بهذا الصدد أهم القواعد القانونية لهذا الحق سواء على الصعيد المحلي أو الدولي. فعلى الصعيد المحلي، طبعا سبقني الأخ شرف في قراءة المادة 19 وتحديدا البند باء من دستور مملكة البحرين، تنص على أن لا يجوز القبض على إنسان أو توقيفه أو حبسه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل إلا وفق أحكام القانون وبرقابة من القضاء. وبالتالي نضمن بأن الدستور وضع الإطار العام لهذه الحرية وصيانة هذا الحق، وبالتالي مو من حق أي سلطة إن كانت مهما علت أن تعلو على الدستور. وما يهمنا بهذا الصدد هو ما جاء بالنص الدستوري حول جواز تقييد حرية الإقامة أو التنقل، واشترط النص في ذلك بأن يكون وفق أحكام القانون ورقابة القضاء. وبالتالي أي تقييد لحرية الفرد أو الأفراد في أي بقعة كانت في هذه البلد يجب أن يتوافق مع هذا النص، وأن تكون هذه الشروط حاضرة، وهما شرطين أساسيين جاء بنص المادة، وهما بأن يكون وفق أحكام القانون ورقابة القضاء. فإذا كان ذلك هو قصد المشرع، فإن التزام السلطات المسؤولة بنفاذ القانون أن تتلمس طريقها في أن عدم الجواز في القانون يعني الحظر والحرمان، اتيان فعل مناقض للقانون وما اشترطه الدستور. وبالتالي أي أعمال تقوم بها سلطة نفاذ القانون لا تتوافق مع هذه الشروط تعتبر يعني هذه أعمال خارجة عن السياق القانوني، وأيضا استعمال لحق في تعسف. فعل مناقض للقانون وما اشترطه الدستور من وجوب توافر شرائط اتخاذ أي إجراء يقيد حرية الأفراد، فإذا انعدم ذلك يكون أي عمل خلاف ذلك يقع ضمن التعسف استعمال الحق، وبالمخالفة لنص الدستوري واجب الاحترام في التطبيق. والحال بأن المشاهدات اليومية المادية منها والمروية لا تؤدي في هذا السياق في نتيجتها من الوصول بأن هناك تطبيقا لتلك الأحكام، فليس من الحكمة
يعني يتعرض الأفراد إلى الأذى والضرر نتيجة لفهم خاطئ في تطبيق القانون وخروج عليه. أعتقد يعني أنا أكتفي بما ذكر الأخ شرف من المعاناة اليومية اللي يواجهها الناس والأهالي في قرية الدراز. هذا وقد استقر الفكر السياسي والحقوقي أن على الدولة في المجتمع الدولي المعاصر واجب احترام حقوق الإنسان فيما تقرر من حقوق بقوانينها وفي الواقع العملي الذي تطبق فيه دستورها وقوانينها، وأن حق حرية التنقل أو تحديد إقامة أو تقييد حرية الفرد في الإقامة لا يجوز إلا طبقا للقانون ولظروف الضرورة التي تقتضيها حماية المجتمع مع مراعاة تحقيق توازن بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة دون إهدار لأي منها قدر الإمكان. وهذا يعني بأن الحماية بتطبيق ما تقتضيه الضرورة يجب أن يكون محددا لا يمس حرية الأفراد، وأن يكون ضمن فترة زمنية معقولة لا يخالطها انتهاك للحقوق. القصد بأن يعني الحريات دائما ما تكون مطلقة، حتى يعني في الاتفاقيات الدولية ممكن تقييدها، وإنما للضرورات على اعتبار أن الضرورات تبيح المحظورات. وإنما يعني النصوص أيضا في المواثيق الدولية أكدت على مسألتين أساسيتين، بأن يجب أن تكون هناك حالة من حالات الضرورة تستوجب هذا التقييد، بالإضافة أن في حالة التطبيق يجب أن يكون هناك قيد زمني وليس أبدية في تطبيق مثل هذه القوانين. هذا على الصعيد المحلي. أما على الصعيد الدولي يأتي في قمة طبعا المواثيق الدولية المعززة لحرية الأفراد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يعتبر مظلة دولية للحقوق الإنسانية، فقد نصت المادة 13 بند 1 من الإعلان على أن لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة. ويأتي ضمن المنظومة الدولية المعززة لحرية الأفراد التنقل والإقامة وعدم تغييرها أيضا ما جاء بنص المادة 12 البند 1 من عهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والتي جرى نصها على أن لكل فرد يوجد على نحو قانوني داخل إقليم دولة حق حرية التنقل وحرية اختيار مكان إقامته. من مجموع ما تقدم يتضح بجلاء تام بأن القواعد القانونية سواء المحلية منها أو الدولية والتي تعهدت مملكة البحرين بعد التوقيع عليها بالالتزام بمضامينها يجب أن تكون محلا لنفاذها والالتزام بها. والسؤال، هل تلك القواعد القانونية قد تم مراعاتها فيما هو واقع اليوم على قرية الدراز من قلق للمنافذ وتقييدا لحركة الداخلين والخارجين منها؟ وهل هي تتفق وما هو مشهود بالصورة وعلى الواقع من تحديد لإقامة وتنقل المواطنين في القرية التي دخلت شهرها الثالث وهي تحت الإجراءات التي تحد من حرية المواطنين والمقيمين في الدخول إليها؟ فإنه علاوة على تعطيل مصالح القاطنين فيها وقطع سرة التواصل الاجتماعي بين الأهالي والعوائل القاطنة بالداخل والخارج، فإن هناك جانب اقتصادي مهم فيما يتجر به الأهالي كمصادر للرزق داخل القرية يجعل وجود تلك المعوقات ذات مردودا يلحق الضرب المواطنين. والسؤال الأهم، هل تلك الإجراءات قد اتخذت ضمن ما حدده الدستور من شروط، وهل تتفق مع المعايير الدولية كما هو الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؟ على ذلك لكم الإجابة من واقع متابعاتكم لهذا الحدث، وشكرا. نشكر الأستاذ المحامي سامي سيادي على ما تفضل به. أيضا أوجز بعض أهم النقاط التي تطرق لها الأستاذ في ورقته،
ابتدأ الورقة بمقدمة تحدث فيها عن تطور المجتمعات عبر العصور وتطور الحقوق الخاصة بالحريات والكرامة الإنسانية عبر هذه عبر تطور العصور والمجتمعات، ثم انتقل إلى أهم القواعد القانونية التي تنظم الحق في حرية التنقل والإقامة، وتحدث في محورين على الصعيد المحلي والصعيد الدولي. تطرق في الصعيد المحلي إلى المادة 19 ب من الدستور البحريني، وهي أن الحرية الشخصية مكفولة ومن أهمها حرية التنقل والإقامة، وتحدث أيضا عن وجوب توافر الشروط في حال رغبة أي سلطة أو نظام في الحد من حرية هذا الحق وهو حرية التنقل، مع مراعاة في حال الحد من هذا الحق مع مراعاة التوازن بين الحقوق الخاصة والعامة. ثم انتقل في المحور الثاني إلى الصعيد الدولي، وتطرق إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المادة 13 التي تنص أيضا على أن لكل فرد حرية التنقل والإقامة، وتطرق أيضا على الصعيد الدولي إلى العهد الدولي المادة 12 في حرية الإقامة والتنقل والسفر، ثم اختتم الورقة بتساؤل إلى الجهات المعنية أو إلى الحكومة في أنه هل تتفق الإجراءات التي قامت بها السلطة في إغلاق الدراس مع ما هو منصوص في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وما هو منصوص في الدستور البحريني، وترك الإجابة إلى المعنيين. الآن نفتح الباب، باب المداخلات والأسئلة. إن وجدت أي سؤال أو مداخلة في الختام، تفضل سيدنا. مساء الخير جميعا، شكرا للأخوة في الوحدة وهي على هذه الفعالية، وشكرا للمحاضرين اللي يعني قدموا تفاصيل في الجانب الحقوقي والقانوني والسياسي في إزاء ما يتعلق بقرية دراز. أنا أعتقد أنه ما يجري في دراز اليوم هو تكثيف لحالة عامة موجودة في البلد، هو مسألة جوهر الحق اللي تفضلوا فيه الأخوان وتحدثوا أنه يجب أي تشريع أو أي إجراء يجب أن لا يمس جوهر الحق. ويبدو أن إحنا من بعد 2011 عندما صيغت تشريعات بطريقة معينة مست جوهر الحق في كثير من القضايا. اليوم دراز اتذكر بأيام التسعينات عندما تم الحصار على بيت المرحوم الشيخ الجمري، حصروا بيته بقيادة العقيد السابق الضابط السابق في جهاز الأمن هذا الفليفل، حصروا البيت لم يحاصروا القرية. نحن نتحدث عن العقد الأخير من القرن العشرين، يعني في التسعينات، ولكن اليوم نعيش في العقد الثاني من القرن 21. تحاصر قرية يعني بكل هذا السكان، هي تعتبر بالمناسبة أكبر قرية في البحرين، والعلاقات الأسرية مع الآخرين مثل ما تفضل الأخ شرف ونسبة تمثيلهم، وأعتقد يقصد الأخ شرف أنه 5% وليس 5% من السكان على أرضية أنه عدد السكان البحرينيين هم 600 ألف، فالثلاثين ألف تشكل 5%. لكن ما نتحدث عنه اليوم هو حالة متقدمة، يعني لما نقارنها بالتسعينات سنلاحظ أن إحنا اليوم نعيش في وضع أسوأ من أيام قانون تدابير أمن الدولة. قبل قانون أمن الدولة أولا هو غير دستوري، غير قانوني،
يفرض يؤخذ المعتقل ويعتقل لمدة 6 أشهر ويجدد لكل 6 أشهر في محكمة خاصة أوتوماتيكلي، يعني أعتقد المحامين والمحامين يعرفون في هذه التفاصيل. اليوم لا، الكف اللي يجينا مدستر انطلاقا من الدستور والقانون، ولكن هذا القانون أو أغلب القوانين الآن التي سير عليه فيما يتعلق بالحريات وحقوق الإنسان والديمقراطية هي تمس جوهر الحقوق الذي حرم أو جرم أو منع الدستور نفسه. شكرا. نشكر الأستاذ السيد رضي أمين عام معاد على ما تفضل به من مداخلة. في أي مداخلة أو سؤال قبل ما نختم؟ في الختام لا يسعنا إلا أن نشكر ضيفينا الكريمين الأستاذ السيد شرف رئيس الجمعية البحرينية للشفافية والأستاذ المحامي سامي السيادي على استجابتهم لدعوة الوحدوي وتقديمهم لورقتيهما وما تفضل بهما من شرح وإيجاز وافي. ونشكركم على حسن استماعكم وحضوركم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.